أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما اللهم عن قبلتهم التي عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس شهيدا. وما جعلنا القبلة التي قلت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترزح قبلة ترزحها فويل وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه حق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا وَمَا أَنْتَ بِطَابٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِطَابٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتبعت ولنا اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت فول وجهك
المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن الله يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم أليكم ولعلكم تهتدون وما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا صدق الله.